في بكرة مباراة مهمة جدا 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 لمنتخبنا الوطني أمام كاب فيردي. حضرتك تعلم جيدا أن المنتخب الوطني حتى الآن لسه الجماهير برضو منتظرة منه الكتير، لسه مش شايفين أن هو ده منتخب مصر اللي المفروض يظهر بالظهور الجيد اللي بيمثل تاريخنا. يعني انت عارف ان احنا دايما شعب نتكلم عن التاريخ وعن حضارتنا، والإيجو عندنا دايما يعني عالي شوية. بالظبط. شايف المباراة ازاي؟ هو طبعا هقولك بمنتهى الامانه ان منتخب مصر هو اللي حط نفسه في هذا الموقف، وكاننا مكتوب علينا نقعد بعد ما مكتوب علينا نلعب. وجع القلب. لا يعني مثلا مجموعه سهله وسلسه وعدي نقعد بقى وخلاص ادخل الموقف حسبة بتاعك. بيرما لا وعقد لازم الامور. مكتوب علينا نتعادل او نخسر في المباراه، نلاقي نفسنا ايه بنقول ايه ده الاحتمالات اننا نكسب وده ما يكسبش وده يتعادل، تبقى ايه فرصنا باقدام الاخرين. اول عنصر في مباراه مصر وكاب فيردي ان احنا ما بقيناش عندنا فرصه اننا ناخد قمه المجموعه، هي المجموعه الوحيده اللي خلاص الفريق اللي هو هيحتل المركز الاول وهيلاعب ثالث المجموعات اللي هي الاولى للثالثه للرابعه هو متحدد خلاص دلوقتي بشكل كابري مؤكد اللي خلاص. هو كاب فيردي خلاص. حتى السنغال اللي خدت 6 نقاط برضو مش ضامنه قمه، لان هتلعب مع غينيا اللي هي عندها 4 نقط، في احتمالنا لو خسرت هيبقى غينيا هي اللي 7 والسنغال تبقى 6، فبالتالي مش ضامنه. لكن الفريق الوحيد اللي ضامن بنسبه 100% انه هيكون على قمه المجموعه هو فريق الرأس الأخضر. فحطينا نفسنا في الحته ديت، حطينا نفسنا في الزنقه دي. الزون دي. بالظبط. انما نتكلم على وضعيه المباراه نظريا بالارقام وبعدين عمليا بالنواحي الفنيه بيننا وبين الكوت ديفوار. بالارقام الاول، منتخب مصر التلات احتمالات في هذه المباراه ممكن بالارقام وبالورق يوصلونا الى دور ال 16. المكسب يرفع رصيدنا ل5 نقاط، وده اسهل طريق وده الطريق المضمون الوحيد على فكره. الطريق المضمون الوحيد اننا نكسب فنبقى 5 نقاط، تبقى طبعا الرأس الاخضر 6 واحنا 5، ونسيب بقى غانا وموزمبيق وموزمبيق يضربوا في بعض مع بقى هم بعض على مين حد يطلع افضل تالت اربع من توالت. بالظبط. يبقى ادي ده الاحتمال الاول. طب احنا لو طلعنا تاني المجموعه هنلاعب مين؟ هنلاعب تاني المجموعه اللي هي الستة اللي فيها المغرب والكونغو الديمقراطيه وزامبيا وزامبيا. وموريتانيا، غالبا هيكون يا الكونغو الديمقراطيه يا زامبيا، وانا بتخيل ان الكونغو الديمقراطيه فرصها اكتر شويه. يبقى هتبقى طريقنا في دور ال 16 في هذه الحاله هو الكونغو الديمقراطيه. طب الاحتمال الثاني التعادل. التعادل يخلي رصيدنا 3 نقاط ب3 تعادلات، ولكنه ما يضمنلكيش هل الفرقتين التانيين هيتعادلوا ونبقى احنا تاني ونصعد على طول، ولا احنا هنبقى في ملحق التوالت لو غانا او موزمبيق كل اي منهما فاز على الاخر، وفي الاغلب طبعا كفه غانا اتقل شويه، ان هي تبقى الفايز منهم هيبقى 4 نقاط، فايز 4 نقاط لو احنا تعادلنا هيبقى 3 نقاط، يبقى ثالث المجموعات، ودي مش مضمونه. ليه؟ لان التوالت اللي يضمن اللي يقول انا هتاهل هو اللي عنده 4 نقاط، اما اللي عنده 3 او اقل ده ما يضمنش بالمره. وتاريخ السيستم ده او الفورمات ده اللي هو بتاع بطوله كاس الامم الافريقيه اللي هو فيه 24 منتخب واللي بيبقى فيه ملحق توالت، من اول ما بدا هذا النظام اول مره ما بداش في افريقيا، كان بادئ في كاس العالم اللي هي كانت سنه 86 في المكسيك، لو اول مره تطبق نظريه ان توالت مجموعات واربع توالت بيصعد. يعني يبقى على الاقل فاز في مباراه وتعادل في مباراه. بالظبط. ده اللي بيقول يضمن. لك ايه التاريخ ده؟ اما فحصت التاريخ بتاع نظريه التوالت ديت لقيت ان في اغلب البطولات بتلاقي 2 عندهم 4 نقاط واثنين عندهم 3 نقاط، وفي بعض اوقات بتتصادف كده ان 3 بيبقى عندهم 4 وواحد بس بيبقى عنده 3 نقاط، اما اللي عنده نقطتين ده فصعب جدا ان هو يتاهل. في مرات كانت في فرق عندها نقطتين اتاهلت، يعني تلاقي مثلا فرقتين واحده عندها 4 واثنين عندهم 3 وواحد عنده نقطتين ويتاهلوا كتوالت مجموعات، لكن احنا عشان نتكلم بشكل مؤكد ان احنا لو تعادلنا هيبقى معانا 3 نقاط، وده امر صعب جدا ومش مضمون. مش مضمون، ما نضمنش طيب خالص. السيناريو الثالث ايه؟ طيب احنا لو طلعنا تالت بقى مجموعه هنلاعب مين كتالت مجموعه؟ احنا كتالت مجموعه هنلاعب يا اول المجموعه الثالثه اللي هي فيها السنغال، يا اول المجموعه الرابعه
اللي فيها الجزائر. انا دخت كده بقى من المواجهات دي من غير كده يعني. يعني اول ما قلت السنغال طبعا، لان انا شايفه برضو في فرق في المستوى ما بين السنغال والجزائر في نسختها دي.